مساء الخير جميعا لكل متابعي الدور الإيطالي، كل محبي بيرلو، لكل متابعي هذه السلسلة اللي بديت فيها اللي هي أتكلم فيها عن كتاب أندريا بيرلو أنا أفكر إذا أنا ألعب. اليوم بهذا الفيديو راح نتابع الحديث عن الفصل الثالث والرابع، فإذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة لحتى يوصلك كل جديد، سواء من متابعة أحداث الجولة في الدوري الإيطالي أو المباريات الأوروبية، أو طبعاً فيما يخص الدوري الإيطالي حالياً، أو لتكملة كتاب أندريا بيرلو نكمله مع بعض عن السلسلة. دعم، لايك، اشتراك، ويلا خلونا نبدأ. يبدأ أندريا بيرلو الفصل الثالث يتكلم عن الأطفال اللي كانوا معاه في نادي بريشة. يقول هذول الأطفال ما كانوا أطفال سيئين، وإنما أطفال يخافون من أحلامهم، عندهم أحلام وهم يخافون من هاي الأحلام. هم كانوا يشوفوني أنه أنا الرجل الذي يحطم أحلامهم. حاولت مد يدي لهم بس رفضوني، فقلت خلاص أنا كملت في عالم الاحتراف، خليكم مكانكم، مكانك راوح. يقول بيرلو ان كنت اعرف انهم يصرخون دائما اريد اللعب لريال مدريد، اريد اللعب برشلونة. هذول الاطفال كانت اسبانيا في هذاك الوقت هي الدولة المهيمنة كرويا. كنا نبني عدة مشاريع ببعض الكلمات، حتى لما ناكل وجباتنا الخفيفة نكتب اسماء المشاريع تبعنا بالوجبات، يعني نستخدم الاحرف تبعها. طبعا انا تقريبا نجحت مرتين في تحقيقها. بيرلو بصيف 2006 بعد العمل الناجح اللي كنا نقدمه، كنت أتمشى تقريبا بشكل يومي بشوارع فورتي دي مارمي الداخلية بالموتور بايك اللي عندي، أطلع على الواجهة البحرية. كل الناس كانوا يعني يحيوني ويهتفوا لي ويعني يسلمون علي، إنه يربطون على كتفي، وأنا التفاعل تقريبا كنت يعني كله بالإسباني، أرد عليهم بالإسباني، حكوني إيطالي أرد عليهم إسباني، يحكوني يعني صباح الخير أندريا بيونس دياس، يرد عليهم صباح الخير بالإسباني، يسعد مساك حاج أندريا بيونس تاردس، يرد عليهم بالإسباني، السلام عليكم هولا، كله قضاها إسباني. كل الكل يعني بعد فوزنا بكأس العالم فكروا أنه خلاص أنا يعني أفسد تفكيري، ولكن لا أحد كان يعلم أنه أنا عقلي وروحي وقلبي كان مع ريال مدريد، وكأني خلاص وقعت عقد 5 سنوات مع الملكي. طبعا بصيف 2006 كان ميلان متورط بقضية الكالشيو بولي. يقول يعني كل يوم كنا نسمع أنه راح تطلع العقوبة وهكذا، بعدين طلعت العقوبة، خصم 15 نقطة من ميلان. طبعا الكل حكوا راح يهبط ميلان وراح ينخصم منه وراح ما أعرف شو. يقول يعني أنا لوهلة أنه قلت أكيد اللي قتل جون لينون مو مارك شابمان، اللي قتله أكيد أحد إداريي ميلان. طبعا مستقبل النادي لم يكن أحد يعرفه، حتى أنا ما كنت أعرف المستقبل، بس الشغلة الوحيدة اللي كنت أنا أعرفها متأكد منها أنه أنا أكيد ما راح ألعب بالسيريا بي. أكيد لو رحت عن النادي وهو نازل على السيريا بي ما راح أعتبر خائن، لأنه أكيد اللاعب يدور أنه يلعب دائما بأعلى المستويات. طبعا وبشغلة مهمة جدا بالموضوع، أنه أنا واحد من الناس ما عندي استعداد أدفع ثمن أخطاء الآخرين. قول بيرلو اتصل بي فابيو كابيلو، اتصل فيه فرانكو بالدين المدير الرياضي، الكل كان يتصل فيه. فأنا رفعت على مدير أعمالي تنتي إنه ها شو الوضع معك. يقول بيرلو كنت راجع على ميلان، ولكن اتصل فيه تنتي مدير أعمالي قال لي إذا كنت طالع من الفورتي دي مارمي روح على بريشيا، روح على بريشيا وخليك قاعد لا تسكر موبايلك، سيرن قريبا. قل بيرلو فجأة وصلني اتصال من المتصل فابيو كابيلو،
سلامات، كيف حالك أندريا؟ شو الأخبار أبو فلان؟ أهلا وسهلا. قال أنا هون جمدت، يعني معاي واحد من أعظم المدربين بتاريخ كرة القدم. شو الأخبار؟ قال أنا كله تمام، وأنت أكيد راح تكون تمام لما راح تجي معانا على ريال مدريد. إحنا لسه تو أخذنا إميرسون من يوفنتوس، وأنت راح تكون جنبه. قل بيرلو أنا ما استغرق يعني كثير، كان بيرلو لحتى يقنعني، يعني يمكن أقل من دقيقة. رفعت السماعة على توليو تنتي وكيل أعمالي، ها شو؟ قال لي طول لي بالك، شكلها الصفقة تمت، ها على وشك إنه نخلصها. قل بيرلو صرت أحلم وأتخيل برنابيو كيف راح ألبس القميص الأبيض الملكي ومن هالأمور. بعدها اتصلت بوكيل أعمالي توليو، ها شو الأخبار؟ أمتى نروح؟ وهاي قال له بس طول لي بالك يومين ثلاثة ونروح. قال له وين؟ على إسبانيا؟ قال له لا، على ميلان. أه ليش؟ قال له جالياني لسه ما وافق. جالياني هو رجل الأقلام اللي حكينا عنه بأول فصل. قال إيه شو عليه؟ روح على الميلان. رحت على الميلان، قعدنا بالغرفة اللي جنب المطبخ، وجنب الغرفة حتى اللي جنبها غرفة برلسكوني اللي دائما يلقي فيها النكت. قل بهاللحظة صرت أتأرجح بين ميلان وريال مدريد. قعدنا على الطاولة، أجا وكيل أعمال يتحدث، عم يحكي مع جالياني يقول له أندريا راح يروح على الريال. فأنا فورا قلت له نعم. طبعا قال لي شو؟ لا يا حبيبي ما حزرت، تفضل. طلع يقول لك شنطة من تحت الطاولة، طلع له القلم البيج، قال له هذا عقدك لمدة 5 سنوات والراتب مو مدون، انت دون الراتب اللي بدك اياه ووقع، ما انت رايح على اي مكان. قول انا مدير اعمالي توليو تنتي انه يقول، كان يقول لي خلاص شو مستني، اكيد وقع، يعني احلى من هيك. قول بيرلو بعدها رحت كوفريتشيانو، كان في اجتماع للمنتخب، فركبت بالطيارة. أقول حتى لما ركبت بالطيارة حسيت حالي رايح على إسبانيا، ويحكوني أرد بالإسباني، كنت عايش الدور إني خلاص يعني صرت بمدريد. اتصل علي تنتي بيرلو راح توقع مع ميلان شو؟ فرد علي بيرلو لا، قال له ما راح يتركونك، راح توقع يعني راح توقع. قال له أوكي لا بأس. بعض الناس يفكرون انه القرارات يعني تطول ساعات لكي تتخذ، بس انا والله بالحقيقه يعني كانت دقائق اتخذت هذا القرار. بعدها تطلع تحكي مع الصحف تقول لهم انا اتخذت القرار الصحيح، بعدين يسالونك انت صحيح فعليا انت وقعت مع الريال؟ فاجاوبهم لا، انا بخير مع ميلان. بعدين اللعنه. قول اندريا انه من السيء انه الامور سارت على هذا المنوال، يعني بصراحه انا كنت بدي اروح على ريال مدريد، عنده سحر اقوى من سحر الميلان، وكنت اتمنى انه العب بهذا النادي يعني العريق. قول بكل احوال بنهايه هذا الموسم اخذت دور الابطال مع ميلان، وهذا الشيء يعني واساني نوعا ما. قول كابيلو وبالديني ما كانوا سعيدين بالطريقه التي اعلن فيها وكيل اعمالي اني باقي بميلان. قول مرة مرتين حتى التقيت مع بالديني، قال يا أخي حسرة والله، يعني ما قدرت أجيبك ولا على أي نادي أنا أشتغل فيه. قول حتى حاول يجيبني على روما لما كان هو بروما، بس ساعتها أنا رحت على يوفنتوس. قول والله بالديني يعني إنسان مرتب يعني، بس أنا بصراحة ما كنت أثق بمشروع روما ولا بالمشروع الرئيس الأمريكي، ففضلت أنه ما أنتقله. شكرا لروما، شكرا لإسبانيا. ليش شكرا لإسباني؟ لأنه بعد ما أجاني ريال مدريد دخل على الطرف برشلونة، الطرف الثاني من الحلم. بهاي الجملة أنهى أندريا بيرلو الفصل الثالث من كتابه. يبدأ بيرلو الفصل الرابع من كتابه يقول بعد البسكليت ثاني أحسن اختراع بالعالم هو البلاي ستيشن. يقول كنا نقضي سهرات البلاي ستيشن أكثر شيء أنا وأليساندرو نيستا، قضيها سهرات. يقول أنا يمكن لعبان بلاي ستيشن يعني أكثر ما لعبان بالواقع يمكن 4 أضعاف. طبعا أنا بالبلاي ستيشن دائما أختار برشلونة، يعني نادرا ما أختار ميلان، بس اختياري أغلبه برشلونة. الكلاسيكو كان أنا ونستا، نجي على الميلانيلو بنص الصبح، نفطر الساعة 9، بعدين نسكر على حالنا الغرفة ونقعد نلعب بلاي ستيشن لما تصير الساعة 11 موعد التدريبات. والظهر بعد ما نخلص التدريبات نرجع على الغرفة نظل نلعب بلاي ستيشن لما تصير الساعة 4 نرجع التمرين المسائي. مبارياتنا كانت حماسية جدا جدا، يعني كنت أنا أختار برشلونة وساندرينو نيستا يختار برشلونة، كان لعب برشا ضد برشا. أول لاعب أختاره سامويل إيتو لأنه الأسرع.
قول والله نستا كان دائما يخسرني واعصب وارمي المسكه، وبعدين يعني بصراحه ما في عذر، يعني انا مدربي برشلونه غوارديولا وهو مدربه غوارديولا، يعني نفس الشيء ما في عذر. على سيره غوارديولا، يقول انه غوارديولا فكر انه يخطفنا انا ونستا سوا بال 2010 بعد كاس جامبر، كانت لعبه ميلان برشلونه، كان بده يخطفنا. بهذيك المباراة الكل كانت عينه على إبراهيموفيتش، كيف إنه إبراهيموفيتش راح ينتقل من برشلونة لميلان، والكل يعني الأنظار متوجهة عليه. قل مع كل هالفوضى كان في رجل يطاردني، طلع وإلا مين هو؟ طلع هو العميل رقم 07 لغوارديولا، هذا كان لاعب كرة ما اسمه إستريت، هو يعني مساعد غوارديولا. فناداني أندريا بعد إذنك معلش تجي معنا على المكتب، في مدرب بده يحكي معك كلمتين. أقول أندري دخلت على الغرفة، لقيت الديكور بسيط ما في أي شيء، فحكالي المدرب اجلس أندري، حكالي إياها بالإيطالي. غوارديولا حكاله أنه يعني شوف أندري، من الآخر إحنا فريق قوي وأمورنا على العال ونعرف كيف نهاجم ونعرف كيف ندافع، بس أنا بدي إياك أنت تكون معانا، أنت راح تكون حبة الكرز، أنت عندك كل الخصائص يعني تخولك انك تلعب مع برشلونة، انت بطل. طبعا غوارديولا قال له انه حاولنا بصراحة نشتري عقدك من ميلان، بس ميلان قال لا، بس احنا برشلونة اللي ما يستسلم، راح نضل نحاول مرة اخرى واكثر واكثر، وانت من عندك حتى حاول شوف بلكي تقنعهم. قل بيرلو والله ما كنت اتوقع هالشي، يعني اللي انا عندي اياه ببالي انه العب برشلونة بالبلاي ستيشن، بس انه غوارديولا يقول لي تعال خليك معانا ما كنت متوقع. يقول أندريا مثل ما كان الأمر يعني حلم بالنسبة لي لا أروح على ريال مدريد، لسه مع برشلونة كان أقوى، كان برشلونة بوقتها يعني خارق بهذاك الوقت، يعني حلم أي لاعب إنه يروح يلعب ببرشلونة. قل طلعت من المكتب رحت على الباص، كنت آخر واحد طلع بباص اللاعبين، ما حدا انتبه علي، الكل كان مركز على إبراهيموفيتش اللي يعني شكله انه راح نكون انا وياه باتجاه معاكسين، هو راح يروح على ميلان وانا راح اروح على برشلونة. ساكون محظوظا جدا لو دربني غوارديولا، يعني يقول إبراهيموفيتش كان يحكي على غوارديولا يقول فيلسوف فيلسوف يتفلسف، انا بصراحة اشوف كلمة فيلسوف مدح وليس ذم. ان تكون فيلسوف هو انك تفكر بحكمة ومنطق وبعقل سليم، وهذا اللي كان يعمله غوارديولا. وبهذا الكلام أنهى أندريا بيرلو الفصل الرابع من كتابه أنا أفكر إذن أنا ألعب. قبل ما أنهي هذا الفيديو أتمنى يكون أعجبكم هذا المقطع، ويا ريت اللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، يفعل زر الجرس مشان تكتمل عنده السلسلة يشوف أول بأول. وقبل ما ننهي هذا الفيديو Remember to like and subscribe and share with your friends. Okay. يلا نشوفكم على خير. سلام.